الله تبارك الله. هذا الحصان، هذا العتي، هذا البطل الذي شارك في عالم السباقات والميادين في عدة مناسبات، أمتع الجمهور ما شاء الله تبارك الله، جمهورنا الغفير الكريم، مدربين ملاك بتصفيق حار. دعونا لنصفق لهذا البطل شيخ البدو ما شاء الله تبارك الله. هذا الحصان الذي شارك في عالم السباقات والميادين بعشرات العشرات المراتب الأولى، والكل يشهد بما صنعه هذا البطل شيخ البدو المنحدر من سلالة الفانتوم أونيل والأم لؤلؤة الصباحة ما شاء الله تبارك الله. شيخ البدو الذي دربه مؤخرا أحمد زارور أبو الياسر من اسطبلات المعتز ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل على سيدنا محمد. هذا الحصان الذي شارك هنا على أرضية ميدان الأحلام أمتع الكثير، حاصل على عدة بطولات، كان على صعيد هذا الميدان ميدان كفر كنا، نادي أريحة للفروسية، وعدة مضامير، مضمار الغريفات آنذاك بأولى مشاركاته شيخ البدو ما شاء الله تبارك الله. متاح للتهجين اليوم في اسطبلات المعتز. ما شاء الله شيخ البدو. شيخ البدو مين يعرف ايش اسمه بشهادة الميلاد؟ لا 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 نعرفك تعرف. انت ابوك ما شاء الله عليه موسوعة. خربت علينا الحزرية يا زلمة. وليد باشا، صحيح وليد باشا. وهو باشا ما شاء الله عليه، وراح يظل باشا. يستاهل شيخ البدو تصفيق اخر حبيبنا. ما شاء الله عليه. قل للزمان ليت الزمان يعود يوما لأريكم ما صنعت. أنا شيخ البدو، أنا ابن الفانتوم أونيل ولؤلؤة الصباح، بوجود طبعا أبو حسين على غرفات متواجد معنا، دربه لعدة عدة مواسم وبطولات عالم السباقات الميادين، حصل على عدة جوائز، أبرز الجوائز اللي حصل عليها شيخ البدو ميدان الأحلام شوط السيارة. مين يتذكروا شوط السيارة؟ شوط المازدا 6. المازدا 6 السيارة، هو أجا أول، مين أجا ثاني؟ إنجاز وفياق السري الثالث، صحيح ما شاء الله تبارك الله. هذا الحصان وإنتاج شيخ البدو في عالم السباقات والميادين. الشوط الماضي حصلت ابنته جمرة الشيخ على المرتبة الأولى بالفئة الثانية، أيضا تدريب اسطبلات المعتز. حصل أيضا هذا الحصان باسطبلات الأزرق عند علاء غريفات على عدة خرفان وعجل ما شاء الله. موفقين إن شاء الله مع هذا البطل وأبناء هذا البطل الأسطوري شيخ البدو. الله يوفقه يا أبو صالح والاسطبلات المعتز أيضا. الله يرضى عليكم.